الجنوب الجميلة في الترحيب بالضيف. الله الله، السلام عليكم. كيف حالك يا عم؟ ايش اخبارك؟ الله يسلمك. اولا بنقول لكم الحمد لله على السلامة. والله بغينا نروح فيها. الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. انت بتنزلون علشان ايش؟ عشان تثور فيها؟ لا، علشان تروحون فيها. العم دحدوح او العم فايز الشهري من الشخصيات الاكثر شهرة بتنوم. معروف عنه كرمه الحاتمي ورحابة صدره وحبه للتراث. يستقبل ضيوفه بطريقة الاباء والاجداد. يقدم لهم القهوة العربية ويسمح لهم إنهم يشاركوه بإعدادها. كان موجود مع العم دحدوح كمان العم ظافر، صديق قديم للعم دحدوح، عنده عشق للتراث والشعر. دخلنا مجلس تراثي قديم، كله أشياء لها معنى، كل شيء محطوط في مكانه. أولاً نرحب بكم أجمل ترحيب. الله يبارك فيك. حياكم الله. أنا بتكلم عن طريقة استقبال المضيف للضيف. بدأ يورينا الطقوس اللي تنعمل للضيف لما يجي. أولاً البندق، صوت البندق الترحيب بالضيف إذا نزل من سيارته أو قرب من المكان. تمام. بعدها نرحب بالضيف لما يدخل. من بعدها نشب النار. من بعدها نصب القهوة والهيل. طبعاً يقصد بهذا إكرام للضيف، لأنه أغلى شيء زمان الهيل والبن والتمر والسمن والبر. الضيف هو اللي يحوق دلته المعايير اللي هو يبغاها وياخذها ويحطها في المدق. عد حبات الهيل. ايوه ايوه. خلص الفجر يا عمي. لا بس ما تاخذ كثير. ها. عد عد عد. ها. عد. ها. طيب يلا. بعدين حط لنا القهوه. لما يستقبل الضيف يكون فيه شيء اسمه قهوه. ايه. قهوه اكل عباره عن تمر مع خبز الرسول مع السمن. هذه زي السفرة بسيطة تتقدم للضيف. جاب لنا عكة السمن القديمة اللي فيها السمن الأصلي. هنا من إكرام الضيف إنك ما تحط له السمن سايح، إنك لو حطيت له السمن سايح لما نجي يغطى العيش في السمن ما يشيل كثير. وبدأنا ناكل معاه شوية تمر. مع بعض كله؟ مع السمن. أيوة. شكراً يا عم. الخبز اللي كان مقدمه كان جداً رائع، لأنه طعمه شوية حامض مع حلاوة التمر مع السمن، مرة لذيذ. سمعنا ما شاء الله إنه في زوار كتير جاك هنا. مين الزوار اللي جاك حكينا؟ ما أقدر أحصيه، لكنه نقدر نقول إن فيه من دول الخليج، من أنحاء المملكة. عندي 9 سجلات. ما شاء الله تبارك الله. موقع. السجل التاسع عندك، باقي في ورقة لكم. يلا العدم نعبيها. العم دحدوح قهوة كثير من المشايخ وكثير من الأمراء، لدرجة إنه كمان قهوة الملوك. نبغى نسمع قصتك عم دحدوح مع الملك عبد الله، إيش قصتها؟ ما شاء الله تبارك الله. إنه في سنة من السنين في الجنادرية. نعم. مسوي شبت نار. حلو. حط دلة. فلما جاء الملك أقول يا طويل العمر هذه الدلة أروت اللي زاروا المهرجان قبل الافتتاح.